امبارح كلنا تابعنا اليوم المميز جدا لجماهير النادي الاهلي، وده بعد ما قدر ان هو يحقق فوز مهم مع الزمالك في مباراه السوبر المصري اللي اتلعب امبارح في الامارات وصل حضور جماهيري كبير جدا. المباراه كانت مليانه بالاثاره الحقيقه، والزمالك خلينا برضه نقول اللي لينا واللي علينا، بصراحه قدم مباراه قويه جدا وكان ند حقيقي للاهلي، لكن الاهلي الحمد لله قدر يحسم المباراه بضربات الجزاء. الحقيقه الاهلي بالفوز ده قدر يرد اعتباره بعد خسارته للسوبر الافريقي اللي فات قدام الزمالك، وبرضه يعني اثبت للجميع ان الاهلي ما ينفعش يخسر بطولتين ورا بعض، الاهلي ما ينفعش يخسر من نفس الغريم مرتين ورا بعض. كلام كتير وكواليس هذه المباراه وما بعد المباراه هنفتحها ونتكلم عنها اكتر، وتاثير هذا الفوز والخساره على الفرقتين في الفتره اللي جايه مع ضيفنا اللي منورنا النهارده استاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. صباح الخير يا احمد. صباح الخير يا استاذ عبد الحميد. وفي البدايه اول سؤال، الاهلي امبارح كسب بالحظ؟ شوفي، انا ما بحبش المباريات اللي بتخلص بركلات الترجيح يتقال عليها ان هي ركلات الحظ الترجيحيه او بالتوفيق او كده. في النهايه هي معيار او مؤشر يعني لحسم المباراه انتهت بالتعادل. طالما المباراه قالت الى التعادل، طبعا بيبقى في بعض المباريات فيها كفه فريق افضل من الفريق الاخر، بس في النهايه هي قالت للتعادل، بالتالي فانت بتلجا لركلات الترجيح لترجيح كفه فريق على الاخر. الاهلي كان بدايته في المباراه بالامس بدايه قويه جدا، بدايه شرسه. الشوط الاول كان الاهلي هو المتفوق فيه وكان هو الافضل. الزمالك دخل المباراه بدايه من التغييره بتاعه كونراد مكان زياد كمال، كان اساسا مع بدايه التشكيل اصلا جوزيه جوميز لجا ان هو يملى نص الملعب شويه بالدفع بزياد كمال ومحمد شحاته، وقدامهم عبد الله السعيد، غير مركز عبد الله السعيد اللي كان بيلعب قبل كده ارتكاز مع جوميز. فالتغييره ديت ممكن تكون اربكت حسابات نص الملعب شويه في الزمالك اللي سيطر فيها النادي الاهلي في الشوط الاول وكان فيه اكتر من فرصه. ولكن على تالق محمد عواد ده لازم يحسب ليه، حارس مرمى الزمالك وكان متالق جدا، اكتر من كره شالها، في كره كمان جت في العارضه، ففي نقدر نقول توفيق كان مساند شويه للزمالك انه يستعيد نفسه ويخش المباراه من تاني من بعد الدقيقه تقريبا 30 او 35 بدا الزمالك يخش في المباراه. الشوط الثاني كانت الافضليه للزمالك نسبيا، يعني نقدرش نقول ان في افضليه مطلقه ولكن افضليه نسبيا للزمالك وكان في اكتر من فرصه. حتى الشوط الاول رغم افضليه النادي الاهلي كان في هدف ملغي لسيف الدين الجزيري بسبب التسلل، حتى ان ده اثار الجدل شويه. انا ما بحبش النقط دي لان في النهايه مع وجود تقنيه الفار ومع وجود حكام بيبصوا على الخط بيبقى صعب، الخط بيبقى صعب جدا وبيبقى فرق ملي بسيط. وبالمناسبه الزمالك في مباراه بيراميدز في نص النهائي استفاد ايضا من تقنيه الفار بالغاء هدف اوباما من بيراميدز وكان بنفس السرعه كمان. دي حقيقه، بس في النهايه هي تقنيه فيديو وخطوط بتترسم، والتكنولوجيا اعتقد مع اشاده كبيره جدا من الاشقاء في الامارات بوجود تقنيه حديثه لتقنيه الفيديو. وايضا لازم نشيد بحكامنا المصريين بصراحه، القاتكم كلها في المباريات قبل المباراه بشكل جيد. مباراه اكتر من رائعه. طب انا سؤالي بقى هنا بقى، عايزين نطلع بره الملعب بره الاهلي والزمالك ونتكلم على كولر وجوميز. يعني انا حسيت ان المباراه دي كانت ما بين الاثنين مش جوه الملعب، لان كل شوط كان مختلف من الفرقتين. الفرقه بتنزل بشوط مختلفه تماما. انا عايز اقارن بقى اداء نادي الاهلي ونادي الزمالك اداريه فنيا من قبل خطوط من النص النهائي للنهائي. التحول المفاجئ في الاداء سواء للاهلي او للزمالك من نص النهائي للنهائي، هل هو كان خطه مسبقه من قبل المديرين الفنيين عايزين يثبتوا حاجه ما يكشفوش ورقهم زي ما بيقولوا المنافس الاخر، ولا الموضوع مشي ازاي؟ متفق معاك، وتحديدا النادي الاهلي. يعني مارسيل كولر في مباراه نصف النهائي امام سيراميكا ما كانش في اداء جيد جدا خالص النادي الاهلي. سيراميكا كان هو اللي ماسك الجيم طول الوقت، كان ان يتعثر دي حقيقه. لانه كان بيفكر في النهائي، يعني مارسيل كولر من نص النهائي بيفكر في النهائي وبيفكر في مباراه العين يوم 29 في بطوله الانتر كونتيننتال، فهو عنده ترتيب معين وكان مريح بعض اللعيبه. دي ما كانتش رفاهيه قدام الزمالك، اولا لقوه المنافس اللي هو كان بيراميدز في نص النهائي، ثانيا ان ما كانش عنده اصلا اوراق كتيره يقدر يعمل بيها اللي عمله مارسيل كولر. يعني مارسيل كولر حس ان اسامه ابو علي مش فت بالشكل الكامل وراجع من اجنده دوليه مع منتخب فلسطين، فريحه ونزل طاهر طاهر، وكان طاهر طاهر نجم المباراه في نص النهائي وسجل هدفين وادى بشكل جيد. طاهر غير مركزه امبارح في النهائي، خلاه جناح ما خلاهوش راس الحربه، ولعب بوسام تاني راس الحربه. فكولر عنده السكواد اللي يخليه عنده الرفاهيه دي ان انا هعدل في التشكيل، هريح واعمل روتيشن. الزمالك امبارح جوزيه جوميز تغييره وحيده بس اللي هو ظبط بيها التشكيل اللي هو كان المفروض يبدا بيه اصلا. كونراد مش لك مكان زياد كمان، ثم لحد الدقيقه 89 او 90 ما عملش تغييرات خالص. اولا لانه ما عندوش اوراق كتيره، ثانيا لان هو ده الشكل بتاعه. فكولر فعلا غير تفكيره وغير اكتر من شكل ما بين نص النهائي للنهائي، على خلاف جوزيه جوميز اللي كان يعني مش عايز اقول مجبر ولكن كان مضطر. بس انا عايز اقول حاجه ان
مليون مبروك للنادي الاهلي التتويج باللقب وبكاس السوبر وبكرات الترجيح، ولكن لازم نقول برضو للزمالك مش بس هارد لك، لا نقول له مبروك على انه بطل، بطل في الاجواء دي، في الظروف دي، في ظروف خارج الملعب ونفسيا مش افضل حاجه، احتجاز بعض اللاعبين، مدير الكره غايب، كل الحاجات اللي زي ديت بيأدي بالشكل ده مع وسط جماهير جميله جدا. بس برضو نبص على الجوانب الايجابيه الكبيره المصاحبه للسوبر، جمهور الفرقتين قدموا ملحمه امبارح سواء جمهور الاهلي او جمهور الزمالك، بصراحه 120 دقيقه بالاضافه لضربات الجزاء الجمهور ما سكتش لحظه، واوقات يعني لما جمهور الزمالك بيحس انه مضغوط بيبدا يخش في المسانده، جمهور الاهلي لما حس ان الزمالك في الشوط الثاني في كره لزيزو وفي كره كونراد وفي كره كانت هتضيع الدنيا، يعني كان الشناوي خرج في كوره ووقعت وكانت خلاص لو اتشاطت هتبقى جول، في اخر دقائق جمهور الاهلي رجع ثاني واستعاد واعاد الثقه للاعيبته. وكمان في اكتر من شكل كويس، الختام الممر الشرفي صوره محترمه جدا من لعيبه الاهلي لعيبه الزمالك، حتى تاكيدا على ان الاداء جيد الجوائز الفرديه كانت اتحسبت للزمالك، يعني افضل لاعب في البطوله خدها زيزو، افضل حارس في البطوله خدها عواد. لازم نبارك للاهلي وايضا نبارك للزمالك على الشكل اللي ظهر بيه. احنا بنتكلم على حراسه المرمى وبذكر عواد، نروح للشناوي. الشناوي انت شايف في هذه البطوله كان يعني على قد الثقه اللي كان كولر مديها له ولا لا؟ بالتاكيد محمد الشناوي حارس من المخضرمين جدا في الكره المصريه، لكن في البطوله دي بالاخص اداؤه من ضمن الكلام، احنا قلنا كولر عنده رفاهيه في كل المراكز، هو لعب في نص النهائي بمصطفى شوبير ولعب في النهائي بالشناوي لان هو عنده اثنين حراس دوليين. محمد الشناوي في ماتش زي ده كان لازم هو اللي يكون موجود، مع وجود فرق الخبرات، مع وجود اداء جيد، مع وصول المباراه للحظات الاخيره. ولكن انا بقول دايما ان النادي الاهلي محظوظ بان عنده اثنين حراس دوليين زي شوبير وزي الشناوي. انا قبل المباراه كنت بقول ان شوبير ياخد لان هو كان لاعب نص نهائي والمركز ده تحديدا بيحب الاستقرار، ولكن الشناوي فعلا قدم مباراه اكثر من رائعه وكان ليه دور كبير جدا في ركلات الترجيح ان هو يقود الاهلي للتتويج بالبطوله. طيب يعني انا عايز اتكلم على نقطه ثانيه بقى مهمه برضو، ان احنا اتكلمنا على السكواد بتاع النادي الاهلي وتدويره مارسيل كولر، يمكن شفنا وسام ابو علي لما طلع نزل مكانه بيرستاو، ودي تغييره الحقيقه انا استغربتها شويه، يعني كنت فاكر ان بيرستاو لما هينزل حسين حتى يطلع. مظبوط، اعتمد بشكل كبير جدا طول ال 120 دقيقه في سلاح الهجوم على حسين الشحات، يعني الكل اتغير من حوالين حسين الا حسين رقم واحد، رقم اثنين، ويوم لما طلع مهاجم ونزل بيرستاو كسترايك او كمهاجم مهاجم وهمي بالطريقه اللي هي فكره المهاجم اللي بتاخر شويه. فانا عايز بقى بتكلم او عيني رايحه لمباراه العين الاماراتي. صحيح، ايه البدائل بتاعت مارسيل كولر في الحته دي بعد طبعا ترحيل كهربا، واعتقد ان كهربا ممكن ما يكونش في السكواد بتاع النادي الاهلي قدام العين يوم الثلاث ان شاء الله؟ ده اكيد اكيد مش هيكون موجود لان ترحيله من الامارات وتوقيع عقوبه ماليه كبيره جدا مليون جنيه، مؤكد ان في لازم يكون في فتره كده هيعيد فيها كهربا حساباته مع نفسه ويبدا ينتظم تاني ويلتزم في التدريبات عشان يبدا يرجع تاني. بس خلينا نقول ان اصلا في الترتيب الفني لمارسيل كولر او في عقليه مارسيل كولر كهربا رقم ثلاثه في تشكيل مهاجمين النادي الاهلي، وسام ابو علي طبعا هو المهاجم الاساسي، ثم طاهر اللي هو مش مركزه مهاجم بيعتمد عليه، وبيرسي تاو. وبالمناسبه ايضا كهربا مش مهاجم صريح او مش راس حربة صريح، هو بيلعب جناح اكتر، بس الاعتمادات كانت الفتره الاخيره كان ممكن يبقى ينزل بديل لوسام ابو علي. مؤكد ان النادي الاهلي محتاج دعم في مركز راس الحربه، ولكن احنا بنتكلم ان النهارده خلاص احنا النهارده 25 نهايه الميركاتو المحلي، ما اعتقدش النادي الاهلي في الساعات اللي جايه يتم التطبيق. لا، وكان في من بعض المصادر الاهلي اكد على ان مفيش في تاجيل للصفقات لشهر يناير. مظبوط، وده اصلا يعني خبر رسمي خرج من داخل النادي الاهلي تحديدا على فكره المهاجم الاجنبي او اللاعب الاجنبي هيكون مؤجل ليناير، وديت مخاطره لان فكره الاعتماد على وسام ابو علي بس حاله عدم توفيق او حاله اصابه لا قدر الله او غياب لطرد او ايقاف هيفقد النادي الاهلي جزء مهم جدا. ممكن وسام ابو علي امبارح ما كانش جاهز بنسبه 100%؟ لا، ممكن هو بس ما كانش في الصوره الذهنيه بشكل كامل، انما هو بدني وفني كان جاهز، ولكن ما كانش لان هو ما لعبش مباراه نصف النهائي، فكان محتاج ان هو يرجع تاني، لان دايما المهاجم لازم يكون رجله في الملعب وبيلعب على طول عشان يظهر بافضل صوره. اتخيل ان النادي الاهلي اعتماده على وسام ابو علي بس هتبقى مخاطره كبيره في الفتره الجايه لغيابه في اي لحظه من اللحظات. ولكن الاهلي عنده اكتر من روتيشن هجومي يقدر يلعب بيه، يعني على الاجنحه في بيرستاو، في رضا سليم، في حسين الشحات، في طاهر لما يرجع كهربا تاني ويبدا يخش في حسابات الجهاز الفني هيكون من ضمن الاسماء اللي موجوده. فاتخيل ان الاهلي عنده بالمناسبه كمان من ضمن الروتيشن الفني اللي حصل جرب امام عاشور في جانب هجومي مش بس 8 او 6،
يلعب على الاطراف على الاجنحه، واداله حريه في الجزء ده بجانب قفشه ايضا وتالقه في عمق الملعب. طيب استاذ عبد الحميد، شفنا امبارح اصابه رامي ربيعه وطلع مصاب، هل ده كان اجهاد ولا ده كان يعني لو ملابسات موضوع الاصابه ده عند حضرتك؟ مش اصابه عضليه كبيره هتبعده، وما اعتقدش هيغيب عن مباراه العين، هيكون جاهز ان شاء الله، لكن هو الاجهاد، والاجهاد ده كان ظاهر على كل اللاعبين بالمناسبه بما فيهم الشناوي نفسه. قبل الاشواط الاضافيه كان واضح ان هو بيعمل عمليات ستريتشنج كده وفي تلج وبيجهزه كل اللعيبه، مش بس اللي نزل مكانه برضه اتصاب يعني. بس يوسف ايمن كانت ديت ارتطام بس، يعني ارتطام خلال لعبه فضائيه مع كره مشتركه، ولكن كمل المباراه هيكمل وهيحسب. بالمناسبه ياسر ابراهيم لازم نشيد، بما اننا اتكلمنا على المدافعين بقى سواء يوسف ايمن، ياسر ابراهيم كان فايتر بشكل كويس جدا امبارح وبروح قتاليه، ووقف وافسد اكتر من هجمه لنادي الزمالك باكتر من كره بشكل خطيره جدا. ولكن برضو يعني كويس ان احنا فتحنا النقطه دي. انا لقيت حاجه غريبه جدا، يمكن كان اول هجمه على خطوط الدفاعيه للنادي الاهلي كان الجون اللي هو اوف سايد بتاعت وليد الجزيري لما سيف الجزيري لما احرز الهدف وكان تسلل ارتباك مش طبيعي لدفاعة النادي الاهلي. والحقيقه الفتره الاخيره انا بدات الاحظ القصه دي، ان دفاعات الاهلي احيانا ما بتبقاش واقفه على رجليها، بيبقى في اخطاء ساذجه جدا جدا بتكلف طبعا الاهلي اهداف غاليه للغايه. فايه حل المشكله دي؟ خلينا نقول برضو ان خرج من النادي الاهلي من السكواد بتاعه مدافع من اهم المدافعين في الكره المصريه محمد عبد المنعم للاحتراف طبعا في فرنسا. فالتركيبه دلوقتي بقت ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، والبديل مش افضل حاجه، خلينا برضو نتفق على ده، انتظارا الى ان يعود اشرف داري ويلعب بشكل اساسي ودولي مغربي ومدافع جيد جدا، انتظارا ان هو يكون موجود بجانب بقى ربيعه او ياسر، واحد منهم هيلعب جنبه. ولكن التركيبه ديت واللي ظهرت امبارح، وايضا يوسف ايمن مش ثابت نفسه قوي مع مارسيل كولر. لو هتقيم بقى يوسف ايمن في اول مره مع الاهلي، لا خلينا نقول ان كمان فكره ان مارسيل كولر ما كانش معتمد عليه او ما ادالوش في الماتشات اللي فاتت، لا في السوبر الافريقي ولا في نصف نهائي السوبر المحلي، كانش محضره بشكل جيد يعني. لا هو برده صفقه جديده بس ما اثبتتش نفسها، دايما النادي الاهلي عايز لاعب يضيف للسكواد بتاعه ويضيف للاسماء الموجوده عنده، يعني رامي ربيعه وياسر ابراهيم يلعبوا اساسي على يوسف ايمن، لما هيرجع اشرف تاري ويبقى فت من الاصابه هو اعتقد هيبقى جاهز لمباراه العين. يعني بس شايف ان يوسف ايمن يجي منه يعني، هل هو بس كان بيسخن كده في السوبر لسه يعني لحد ما يخش في اجواء الفريق، بس برضه من المراكز اللي هتحتاج دعم، لان يوسف ايمن جاي على سبيل الاعاره. يعني مع نهايه الموسم بقى هيبقى في تقييم، هل يكمل اعارته ويستمر مع النادي الاهلي ولا يرجع. اتخيل ان ممكن الاهلي لو في ورقه افضل هيستبدله. طب بالحديث بقى عن الصفقات الجديده للنادي الاهلي والنادي الزمالك وتاثيرها على الفرقتين، شفنا مشلك طبعا وشفنا بنتايك، وانا الحقيقه معجب جدا باداء بنتايك واثبت وقدم اوراق اعتماده زي ما بيقولوا من المباراه الاولى. ولكن على الجانب الاخر برضو النادي الاهلي معاه يحيى عطيه الله، وكمان برضو في الزمالك شحاته من طلائع الجيش. السكواد بقى بالصفقات الجديده ايهما الافضل في نادي الزمالك الافضل في النادي الاهلي واللي يقدر يحقق فارق؟ تمام، في الاول اسماء ما ظهرتش خالص، ما لعبتش خالص، يعني عمر الساعي ما شفناهوش مع النادي الاهلي رغم ان هو لاعب وسط واعد جدا ومميز جدا هيكون اضافه. في الزمالك جيفيرسون كوستا ما ظهرش خالص لسه. طب ما في علامات استفهام على الصفقات دي لسه، لان هم ما كانش برضه، خلينا نقول ان المدرب ما بيدخلش اللاعب في وسط الاجواء بسهوله، لازم يبدا ياخد تدريجي، على عكس بنتايج اللي هو كان بيشارك اضطراريا لان ما كانش في ظهير ايسر في نادي الزمالك في وقت من الاوقات، وبرغم ده اثبت نفسه بشكل رائع جدا وادى مباريات سواء السوبر الافريقي او نصف النهائي والنهائي، اكدت ان هو اضافه واضافه جيده. وبالمناسبه خبر لحضراتكم، الزمالك هيجدد الاعاره او هيبقى في بند نيه الشراء هيفعله وهيكمل بنتايج مع الزمالك في الفتره اللي جايه. عمر فرج من المهاجمين المميزين جدا، بس برضه مع تالق سيف الجزيري جوميز بيعتمد عليه اكتر، بس عمر فرج هياخد وهيثبت نفسه مع الزمالك. كونراد لاعب فقط لغياب مصطفى شلبي، لسه ما بينش حاجات كتيره، هو جاي على سبيل الاعاره من احد السعودي، ولكن اعتقد ان كونراد ما اضافش الاضافه الكبيره جدا للزمالك لحد دلوقتي. ديت ابرز الصفقات للزمالك. شحاته لعب مع الزمالك الموسم الماضي بس كان تفعيل بند الشراء، واعتقد قدم اداء جيد جدا محمد شحاته. محمد حمدي من انبي من الصفقات الطيبه نسبيا للزمالك، وان كان هيتم تغيير مركزه، ما اعتقدش هيلعب ظهير ايسر في وجود بنتايك. النادي الاهلي يحيى عطيه الله دولي
بنتكلم في لاعب مميز جدا واضافه كبيره جدا، وطمن جمهور الاهلي ان مع غياب علي معلول لا في ظهير ايسر يقدر يشيل المسؤوليه. مميز جدا في ركلات الثابته، بيلعب ركلات ثابته جيده جدا وشفناه امبارح. ملف الكرات الثابته، وان الاهلي بقى اخيرا في حد بيلعب يعني كور ثابته، سواء كان وسام ابو علي. شفنا كوره وسام ابو علي جت يعني خلاص حوالي 10 سم بالظبط ما بينها وما بين العارضه، وبعد كده يحيى عطول الله. فدي كان فعلا نقطه ايجابيه جدا. متفق معاك. ووسام في السوبر الافريقي لولا انقاذ محمد عواد انقاذ رائع جدا كان ممكن يغير نتيجه المباراه. فاللي بيلعب برجله اليمين موجود واللي بيلعب برجله الشمال موجود، اعتقد هيكون في استغلال جيد للركلات الثابته للنادي الاهلي من الثنائي يحيى عطيه الله وسام ابو علي. اضافه جيده، لان فكره ان انا يبقى عندي لاعب مميز في الكرات الثابته مش سهل ان انا الاقيها دلوقتي في العناصر في الكره المصريه. طيب استاذ عبد الحميد، عايزه انتقل معاك بقى للازمات اللي قابلت طبعا بطوله السوبر. صحيح. وشفنا ازمه الزمالك طبعا اللي كانت على مشاع يعني مزبوط. وعلى مرأة ومسمع من الجميع، ولحد دلوقتي لسه ما انتهتش. طب تقييمك كان للوضع ايه؟ كنت شايف الـ يعني الفعل ده من الثلاثي الزمالك مع طبعا مدير الكوره ومع البيان الاول ومن ثم البيان الثاني، يعني لو حضرتك شايف ايه نظرتك، ايه رؤيتك، ايه تحليلك للوضع اللي حصل وايه اللي هيحصل؟ شوف، خلينا الاول نقول ان احنا محتاجين نستفيد من الازمه دي في كيفيه التعامل من اللاعبين، كل اللاعبين في كل الانديه في منظومه الكره المصريه، ان لازم نوصل لدرجه من درجات ضبط النفس مع كل الناس. احنا ما بنتكلمش بقى ان هو مسؤول او فرد امن او واحد من منظمي المباراه، لا، ده انا هفترض ما هو يعني مشجع. غير ذلك حتى لو مشجع، انا لازم اكون كلاعب عندي ضبط النفس، لاعب او مدير كوره او جهاز اداري عندي ضبط نفس يخليني انا لاعب بس، ما بضطرش ان انا ارد على مشجع، ارد على استفزاز، اعمل كذا اعمل كذا، لازم ابعد نفسي عن كل الموضوع ده. الزمالك ما قدرش الازمه بافضل صوره، كان من الاول لحظه كان لازم يحصل عمليه الاعتذار، ما كانش تتاخر. كان لازم يبقى فيه شايف سبب التاخر وسبب البيان الاولاني هو ده اللي وصلهم لان لحد دلوقتي اللعيبه محجوزه. انا حاسس ان هم شعروا بان الموضوع ما يستدعيش ذلك، وانا بصراحه يعني شايف ان كان ممكن تخلص بسهوله جدا، لان الموضوع ما نوصلش فيه ان اعتداء على موظف ووصل كده، هو نقدر نسميها داخل نرفزه ملعب. كانت ممكن تنتهي مثلا بحاجه بسيطه، ان خلاص اللعيبه دي تترحل ومفيش اي شكوى بقى ومشاكل ولا لجوء للاحتجاز او للنيابه او لكده، كانت تخلص من اول لحظه، كانت تخلص باعتذار ودي من اول لحظه. كنت اتخيل ان ده ممكن يحصل، ولكن تاخير الموضوع، تصاعد القصه، تصاعد الموضوع، بس اتخيل الفتره الاخيره في الساعات الاخيره في تدخلات وتدخلات على المستوى الدبلوماسي، كمان وزير الرياضه كان موجود في الامارات مؤخرا، والعلاقه بين الشعبين خلينا ناكد على ديت هتساعد بان الموضوع يخلص بسهوله ان شاء الله. بس هي في النهايه اجراءات ولازم نحترم دولة القانون في أي مكان. طيب المفاجأة برضو، خليني بس سريعا النقطة دي، المفاجأة بتاعت ان احنا نمنا وصحينا لقينا كهربا اترحل وعليه غرامة 1,000,000 جنيه من غير ما نشوف اي حاجة في الملعب حصلت من كهربا تستدعي لاتخاذ هذا الاجراء. ايه اللي حصل في الغرف المغلقة؟ ما كانش شارك اصلا كهربا في المباراة، وديت اللي سببت النرفزة. كهربا كان مستني اي لحظة يغيب فيها وسام ابو علي عشان يثبت نفسه ويشارك، لما سكولر استبعده حس ان هو مهمش، حس ان هو مش موجود في الحسابات الفنيه ديت، بتبقى نرفزه داخل غرف الملابس زي ما بيقولوا او الغرف المغلقه. حصل يعني مناوشات كده شويه مع مارسيل كولر، هل هو تطول مع محمد رمضان، هل هو تطول في الخارج من منظومه الاهلي او من المصادر بتاعتنا مش تطول لفظي بشكل كبير، بس في تنشان اللي هو انتوا مش هتعملوا النظام عليا، انا كنت لازم العب، انا كنت في عارفه اللي هو انت اللعيب عاوز العب عاوز العب وعندي حماس شويه، بس ده ما كانش ينفع لا مع كولر ولا مع محمد رمضان المدير الرياضي. فكان تم توقيع عقوبه. الاهلي في الحته دي تحديدا صارم وبيطبق القوانين علشان ما فيش اي لاعب يخرج عن الماتش. ما كانش ينفع ينتظروا لانتهاء البطوله وبعد كده ياخدوا الاجراء ده، خصوصا ان كانت لسه في ازمه الزمالك والناس كلها عماله تبص على مصر واللي بيحصل من الفريقين الكبار. يمكن ازمه الزمالك وازمه الاهلي، وده النقطه اللي انا كنت عايز اقولها ليك برضو وانت تاكد معايا كلامي او لا، فكره ان الازمات دي خلت مباراه امبارح طالعه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، مباراه التزام من كلا الجانبين، اللعيبه دي واللعيبه دي، الجماهير نفسها، الكل ملتزم، والمباراه من اول دقيقه لحد الدقيقه 120 مش 90، الكل ملتزم بكل حاجه، حتى في التتويج يعني دائما ابدا بنلاقي مناوشات بين اللعيبه وبين بعض في التتويج، الكل طالع ملتزم جدا جدا جدا. فهل احنا عندنا لسه فكره اللي هو من امن العقاب اساء الادب؟ فلما بنلاقي عقاب خلاص الكل بيلتزم ويعرف هو
شايل المسؤوليه عامله ازاي؟ متفق معاك، لان زي ما قلنا المنظومه في مصر ممكن بتدي فيها حته مرونه شويه، ان مش مشكله طب عديها، طب ممكن نخلص. احنا لحد دلوقتي في بعض العقوبات من لجنه الانضباط ما طلعتش وفات عليها 3 أو 4 شهور في كل القرارات ديت، وكانت في ازمه للشيبي وكان في ازمه لجوميز مع مدرب الزمالك، كان في اكتر من ازمه. لا انا عايز تطبيق دوله القانون في كل حاجه، انا موجود دلوقتي اخطات عندي العقوبه ايه في اللائحه على طول اطلعها وفي لحظتها تتطبق. اربع ماتشات خلاص يبقى هي 4 ماتشات، ايقاف شهر يبقى هي ايقاف شهر، في غرامات تتطبق تتطبق. لما هننفذ ده في لحظته اعتقد هيبقى كل ملتزم. احنا عندنا زي ما قلت لك في مصر العمليه ممكن تخضع للمرونه، طب ما نضغطش على الاهلي شويه، طب ما نضغطش على الزمالك شويه عشان الجمهور ما يبقاش متضايق. لا ده ما ينفعش يحصل، اي لاعب يخطئ حتى لو خطا بسيط يتحاسب علشان تطبيق القانون ده هيبقى بيساعد، عشان حتى لما نروح بره نبقى واجهه مشرفه. اخيرا قبل ما نختم مع حضرتك استاذ عبد الحميد، عاوز اعرف توقعاتك بقى لماتش الاهلي في العين. خلينا من ضمن كلامنا، كان احمد قال او لفت لنقطه مهمه جدا، ان النادي الاهلي هجوميا وعلى الاجنحه والهجوم كويس جدا، بس دفاعيا ممكن التركيبه مش افضل حاجه. هتقابلي بقى فريق على العكس، هتقابلي فريق هجوميا شرس جدا، سفيان رحيمي وبيجيب هاتريك ومتالق والعين الاماراتي والقصه، ودفاعيا برضه حارس المرمى بتاعه. فالمباراه هتبقى مفتوحه، بس الاهلي يتميز بوجود المباراه على ارضه وعلى وسط جمهوره وفي ملعبه وفي استاد القاهره. الاهلي اعتقد هيحسم المباراه ويتاهل، وخصوصا ان الجائزه 2 مليون دولار فمش يعني سهله. يعني توقعاتك ان الاهلي هيتاهل؟ الاهلي هيتاهل. مباراه بطوله زي ما بيقول. طبعا طبعا بطوله، يعتبر تتويج افرو اسيوي، بتقابلي بطل اسيا والاهلي بطل افريقيا، فهتبقى مباراه قويه جدا. بس زي ما قلت لك لو الاهلي لعب على فكره ضعف حارس المرمى والدفاع العين يقدر ان هو وفي استاد القاهره زي ما قلت لحضرتك استاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، سعيد ان انا كنت في ضيافتكم. وتحليل عقروي مع نهاد، الموضوع كان لطيف، واعتقد ان احنا خدنا معلومات قويه جدا جدا. وفي جداً انتظار طبعا ماتش الاهلي والعين يوم الثلاثاء ان شاء الله. ونشوف توقعات بقى استاذ عبد الحميد ده هتكون ايه يعني. هنا عندنا ملكه التوقعات. ايوه انا توقعات الزمالك في البطوله. بقى توقعاتك انت المباراه. انا توقعاتي يعني لا انا بستنى اصلا انا وبشطه هتخاف تقول عشان لا انا المره دي هسيب توقعاتك وانا قبل المباراه. نتمنى طبعا التوفيق ممثل الكره المصريه طبعا في البطوله اللي زي ديت، ونتمنى له التوفيق ايضا في مونديال الانديه في نهايه 2025. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا. كان معانا استاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. ونطلع فاصل سريع ومن بعدها نرجع لكم بتاني فقرة.